بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبالسند الصحيح المتصل إلى إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر الصالحين إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجسم في الصوم. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا في المجلس الماضي الرواية الأولى المختصرة في باب حق الضيف في الصوم، ثم جاء اليوم الحديث عن باب حق الجسم في الصوم، لأن الحديث يقول: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق. في الروايات الأخرى يقول: وإن لجسدك عليك حق، وإن لزورك أي لضيفك عليك حق، وإن لأهلك أي زوجتك وأولادك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. في ذكر هذه الحقوق قسم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأبواب حسب الحقوق، فقال: باب حق الضيف في الصوم. أنت تصوم في التطوع، تصوم للنافلة، لكن للضيف الذي يأتيك حق، أنه في اليوم الذي يزورك فيه يجدك تستطيع أن تشاركه الطعام، فتبالغ في إكرامه أو تؤدي حقه في الإكرام بأن تشاركه في الطعام. الباب الثاني: إن لجسدك عليك حق. قال: باب حق الجسم في الصوم، أي أن الجسم من حقه عند الصيام أن يراعى استمرار صحة بدنه، بمعنى أن الصوم في أصله صحة، لأنه يخفف عن المعدة ثقل الهضم وما يترتب عليه، لكن الاستمرار على الدوام في الصوم مع سرد الأيام بعضها وراء بعض دون توقف لسنوات طويلة لا تطيقه كل أجسام البشر، فغالبية البشر لا يناسب أجسامهم هذا الأمر، ويترتب عليه ضعف في الأجسام قد يقعد بهم عن القيام بمهماتهم الأخرى. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه لسيدنا عبد الله بن عمرو، قال له في حثه له وتنبيهه له، قال: كان يصوم يوما يفطر يوما يوما، أي نبي الله داود، نبي الله داود قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي إذا لاقى العدو في الحرب في الجهاد عند الحاجة إليه لا يهرب، لأن جسمه قوي لا يشعر بالضعف الذي يحمله على الانصراف، لأنه أعطى لجسمه حقه. فإن إعطاء كل ذي حق حقه يورث الأمة تكاملا في قوتها. عندما يهتم الإنسان بجزئية في تدينه ويهمل الجزئيات الأخرى، يهتم أن يحسن تلاوة الكتاب العزيز بالتجويد كما ينبغي، وهذا أمر عظيم يتقرب به إلى الله، فيه ما هو فرض وفيه ما هو كفاية وفيه ما هو مستحب، ثم يغفل مع اعتنائه بتجويد الكتاب العزيز معرفة الأحكام الشرعية الفقهية،
لا يهتم بتحقيق كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، الصيام، ما يتعلق بالحج، ما يتعلق بمعاملاته إذا كان يبيع ويشتري. فهو تعمق في التجويد، تجاوز الحد الفرضي العيني في التجويد إلى الحد الكفائي إلى الحد المستحب، وقد أهمل الفرض العين في دراسة العلم. نقول هنا أخلى بتوازنه، أخذت القدر المتعين فرض العين من التجويد، أن تخرج الآيات غير مغيرة المعنى، تحتاج أن تأخذ الفرض العيني في فهم أحكام الطهارة والصلاة والعبادات حتى تصح صلاتك وعبادتك. أخذت الفرض العيني المتعلق بذلك، ينبغي أن تنظر ما يترتب عليك أنت، يتعين عليك أنت. أنت في بيع وشراء، أنت مطالب بأن تعرف أحكام الله في البيع والشراء، فلا تذهب إلى الأمور التي هي من السنن ومن المستحبات في العلم وتترك الشيء الواجب عليك أنت. أنت تشتغل بالزراعة مزارع، أنت مطلوب منك أن تعرف أحكام الله في الزراعة فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق ببيع الثمار التي تخرج، أهم من أن تتعرف على دقائق في علم الفقه في الأبواب الأخرى أنت لا تحتاج إليها، أو أن تتعرف إلى مصطلح الحديث أو علم الحديث، أهم من أن تتعلم مخارج الحروف، تدقيق مخارج الحروف في التلاوة، أهم من ذلك أن تعرف حكم الله في زكاة البيوع، في زكاة الثمار التي تزرعها. بهذا يكون عندك شيء من التوازن، أخذت ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أنت بحاجة إلى أن يقبل الله عبادتك. كيف يقبل الله العبادة؟ أن تكون خالصة لوجهه الكريم. وما الذي يضر بالعبادة حتى لا تكون خالصة لوجه الله الكريم؟ أن يطرأ عليها شيء من أمراض القلوب مثل الرياء، السمعة، العجب، الكبر. هذه الأمراض سلمنا الله وعافانا الله وإياكم منها وسائر المسلمين، إذا طرأت على الأعمال حتى لو كانت صحيحة في الأحكام الفقهية تضر بالقبول. إنسان يصلي كما ذكر الفقهاء، توضأ على أحسن ترتيب في الوضوء من الواجبات الفروض والسنن، ثم دخل إلى المسجد واصطف، ومكان وضع القدم في المسجد، وقارب الرجل مع الرجل، وسوى الصف، ووقف على الهيئة المطلوبة، وراعى هيئات الصلاة في الركوع والسجود، وهو يقر قلبه راض أن قلبه منشغل بالناس. كيف شافوا صلاتي؟ فلان دخل خليه يلاحظ أننا خاشع، خلي فلان ينظر لي وأنا أصلي السنة، خلينا أطول قليل. هذا يسمونه العلماء الرياء، ها؟ ورد في الحديث، هذا محبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الرياء بعد ذلك أنواع، الرياء الجلي مثل هذا الذي نتكلم عنه، وهناك رياء خفي ورياء أخفى، يحتاج الإنسان أن يتدرج فيحصل توازن. تعلم الفرض من القرآن، حفظ الفاتحة وتعلم كيف يقرأ القرآن بحيث لا يغير المعنى، ينتقل إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والصلاة، ينتقل منها إلى الأحكام القلبية، علم السلوك والتزكية والسير إلى الله الذي يعنى بتطهير القلوب من الأمراض التي تمنع. عرف أن الرياء الجلي هذا يحبط العمل، إذا أنا أحتاج أن أتخلص من الرياء الجلي. فهناك رياء خفي، نعم هناك رياء خفي يحتاج أن نتخلص منه، لكن هناك أولويات أخرى التي هي الواجبة على كل مسلم ومسلمة أن يتقنوها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى فرض الكفاية، ثم ينتقل إلى المتأكد من السنن، ثم ينتقل إلى المستحبات، ثم ينتقل إلى النوافل. بالتدرج هذا يبني المسلم كلياته، الجسد يأخذ نصيبه، والروح تأخذ نصيبها، والعقل يأخذ نصيبه، لكن إذا ركز على جانب ونسي الجوانب الأخرى ما الذي يحصل؟ اختلال في عمل المسلم، وهذا الاختلال يوجد اختلالا في تصرفات المسلم، والاختلال في تصرفات المسلم توجد تأثيرا سيئا في بنية الأمة بأكملها. الرياء الجلي الصريح ينبغي أن نتخلص منه. كان يذكرون أن أحد الذين ابتلوا بالرياء عافانا الله وإياكم، كان واقفا يصلي فلاحظ أن إنسان دخل إلى المسجد في الليل فلاحظه يتهجد قائم يصلي، فأطال وتخشع وأحسن الهيئة، فأعجب الداخل وأخذ يتأمل صلاة الرجل وأخذ بها. فلما انتهى الرجل من صلاته أقبل الذي رآه يسلم عليه، فقال له جزاك الله خيرا، ما أجمل صلاتك، صلاتك أثرت في قلبي، أنت عندك خشوع. قال نعم، وصمت اليوم نافلة أيضا لله سبحانه وتعالى كذلك، وغدا أصوم أيضا نافلة لله. هذا رياء صريح، رياء سطحي. هناك رياء خفي، ما الرياء الخفي؟ من أخفى أنواع الرياء، يأتي الشيطان أو تأتي النفس تقول لك أنت أخلص لله لا ترائي الناس، والله سيشعر الناس بقيمة عملك. كيف أنت ماذا تفعل؟ أخلص لله والله الله سيشعر الناس، الله سيظهر للناس قيمة عملك، أنت أخلص لله والله سيظهر الثمرة في الناس. كأنك طلبت الإخلاص الذي يطلب لله طلبته للناس. انظر كيف يأتي الرياء الخفي، هو نوع آخر من الرياء الخفي، تتصدق بالسر ولا تمن على الناس الذين تتصدق عليهم وتتلطف وتتواضع، لكن إذا دخلت المجلس نفسك تقول لك ها فلان وفلان عرفوا العمل، أنا قمت اليوم بيقابلوني بوجه زين،
هذا حصلت بسببه رياء، أصبحت تنتظر المقابلة بالوجه الزين أو يقربوك في المجلس أو يحترموك. لماذا؟ لأنك عملت كذا وكذا. في البداية كنت مخلصا، دخل الرياء بعد ذلك على العمل، وهي مداخل على النفس يحتاج الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص منها، إلا أنها درجات، فيحتاج الإنسان الدرجة الجلية هذه يتخلص منها، ثم التي تليها، ثم التي تليها، فيتدرج الإنسان في حاله مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يحصل هذا الاتزان يحصل الاختلال. يعني على سبيل المثال، عندنا شباب يحترقون على حال الأمة، ومن منا لا يحترق على حال الأمة؟ عندما من الشباب من يتألم عندما يرى القتل والسفك للدماء وانتهاك أراضي المسلمين، ما الذي يحصل في نفوس البعض من الشباب؟ حرقة. الحرقة يترتب عليها حماسة، الحماسة يترتب عليها غليان يريد يفعل شيء. هنا وصل إلى درجة أنه يريد أن يفعل شيء. الشاب هذا لو تلقى العلم كما ينبغي الشرعي، لو عرف أحكام دينه وأولوياته، لو عرف الفرق بين انطلاقة هوى النفس وبين انطلاقة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لو درس كيف نزل أصحاب الجبل من جبلهم الرماة وهم يرون أن المسألة قد انتهت ونسوا أن المسألة فيها مخالفة لأمر النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فكان سبب الهزيمة. لكن غياب هذه الأشياء تجعله يريد أن يفعل أي شيء، فإما أن يفجر أناس أبرياء من المسلمين أو يحطم مكان أو يفعل تصرفاً حتى مع غير المسلمين يعطي فرصة للأعداء الذي من الخارج أن يضربوا الأمة أكثر. كيف آذى الأمة هذا؟ لا أستطيع أن أقول أنه مرتزق، هذا كلام فارغ غير مقنع. المرتزق لا يفجر نفسه ويذهب بحياته. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا مرتزق أو عميل، هذا كلام فارغ، لكن أستطيع أن أقول أنه لم ينشأ على اتزان فتحول إلى مجرم من حيث يظن أنه يخدم الإسلام. كيف تحول إلى مجرم؟ أن المجتمع لم يعده كما ينبغي، أن هذا الشاب لم تستثمر حماسته وهمته في إرادة الخير لتوجه إلى البناء، فوجهها إلى الهدم. لماذا؟ لأن بنيته الدينية، تدينه، الذين أشرفوا على تدينه لم يبنوه بناء متزنا في تدينه، بنوه بناء مختلا، شغلوه فقط بالقضايا، بالهموم، بالإشكالات، بالتحديات، بالحرقة، لم يقيموا في مقابلها ما هي أحكام الله في ذلك، ما هي حكمة الشريعة في التدرج في هذا الأمر، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. في المقابل أيضا فريق آخر يشعر أن الإسلام دين جمال، دين رقي، فدائما يبحث عن المخاطبة بجمال الإسلام، وهذا أيضا أمر عظيم نحن بحاجة إليه. لكن إذا لم يكن هذا تلقى أحكاما شرعية سيتنازل عن أحكام شرعية ليثبت للآخر أن الدين الإسلام دينها دين جمال. سترى ما عنده مانع أن يحمل لا قدر الله كاس الخمر للضيف، يقول ما لقى، أثبت له أن الإسلام عنده الضيافة، كرم الضيافة. كيف تثبت له كرم الضيافة وتحمل خمر في يدك؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها، لعن عشرة في الخمر صلوات ربي وسلامه عليه. ما الذي يجعل هذا يرتكب المخالفة وهو يريد؟ ما نيته من ذلك؟ نيته خدمة الإسلام. وذاك الذي ارتكب جريمة ما نيته؟ نيته خدمة الإسلام. فلماذا نية الأول لخدمة الإسلام حولته إلى مجرم، ولماذا نية الثانية لخدمة الإسلام حولته إلى آثم مميع للشريعة؟ السبب في ذلك أن البنية اليوم للفرد المسلم، بناء المسلم اليوم، تفتقد الاتزان في مقومات البناء، لا لم تقم على تكامل. هذا الفريق اشتغل بشيء فركز على شيء مع أتباعه فطلعوا عندهم ميل إلى هذا الشيء، والفريق الآخر ركز على شيء آخر فطلع عند أصحاب الميل للطرف الآخر. الإسلام جاء ليوجد الاتزان في الإنسان، هذا مقصود الحديث، هذه من حكم الحديث الذي قرأ. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من شباب الصحابة، وكان صاحب همة في الإقبال على طلب العلم وعلى المتابعة، وكان مشمرا عن ساعد الجد، صوام النهار قوام الليل، في شدة الصيف يصوم وطول الليل يبيت قائما لله عز وجل. قال كلمة هي زيادة عن رواية البخاري أوردها الإمام النسائي في سننه، قال والله لا أصومن الدهر ولا أقومن الليل ما بقيته، خلاص أنا أريد أتقرب إلى الله، قررت أن أكون إلى الموت كل يوم أصوم وكل ليلة أقوم. لو قال أصوم الدهر، أصوم كل يوم وأحيي الليل كله إلى أن أجاهد نفسي فترطاب، فإذا ارتابت نفسي عدت إلى الاعتدال فصرت أصوم 3 أيام في الشهر وأصوم أو أصوم صيام داود أو أصوم في الاثنين والخميس، لكأن الأمر محتملا. لكن الرجل أراد أن يكون صيامه إلى الأبد، لهذا جاء في آخر رواية قرئت لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يقوله صلى الله وسلم وبارك عليه، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أي لم يقم بحقيقة الصوم أو أجر الصوم.
لماذا؟ لأنه أخل الاتزان. الإنسان الذي سيصوم كل يوم كل يوم كل يوم ويقوم الليل كله يقوم الليل كله يقوم الليل كله, ليست سنة ولا سنتين ولا ثلاثة لترويض النفس أو مجاهدة النفس, ولكن خلاص أرادها قاعدة إلى الأبد, ما سيكون وضع عمله في النهار؟ كيف يستطيع أن يؤدي دوره في هذه الأمة في بنائها؟ كيف يستطيع أن يستحضر تركيزه في طلب العلم الشريف؟ كيف يستطيع أن يقوم بأمور نحتاج إلى قوة جسد فيها وإلى حضور عقل فيها؟ سيختل التوازن عنده. ولهذا قال النبي لا صام من صام الأبد, لا صام من صام الأبد لسببين. قالوا لأن الاستمرار على هذا النحو لا يعينه على المطلوب. إلا نوادر من البشر يعد استثناءات, هؤلاء الله أعطاهم قوة ما ضرهم ذلك, فهم استثناءات لا يقاس عليهم, لا يعترض عليهم ولا يقاس عليهم. لا يعترض عليهم, حالهم شريف, ما قصروا, ما اختل توازنهم, عندهم طاقة أمدهم الله بقوة, ولا يقتدى بهم لأن غالب البشر لا يطيقون مثل هذا الأمر. فالسبب الأول أن الاستمرار لن يمكنهم من القيام بمهمته. السبب الثاني أنه قد يفهم من صيام الأبد أيضا صيام الأيام المنهي الصيام عنها, المنهي فيها الصيام. ما هي الأيام التي نهينا عن الصيام فيها؟ العيدان, نهينا عن الصيام في العيدين, وأيام التشريق لا ينبغي أن يصوم, وتعمد صيام يوم الشك. هذه ثلاثة أيام نهينا عن الصيام فيها, أو ثلاثة مواسم نهينا عن الصيام فيها فيما جاء عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. عرفنا من ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أقام لنا ميزان الاعتدال, ميزان الاعتدال في مسلك الأمة, في منهج الأمة. ولهذا في الكلام عن صيام الدهر ثلاث معاني. المعنى الأول صيام كل يوم من أيام السنة, وإذا قال كل يوم ولم يستثني العيدين ولم يستثني أيام التشريق, لم يستثني يوم الشك, تعمد يوم الشك, أصبح الوضع بالنسبة له ماذا؟ مخالفة شرعية, كأنه ما صام, خالف الشريعة, لا صام من صام الأبد. يوم الشك, قال يوم الشك إن صادف وردا كمثل يوم الاثنين لمن يصوم الاثنين أو قضاء فلا بأس, لكن يتعمد أن يصومه لأنه يوم الشك. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الرواية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. هذا المعنى الأول, أن يصوم كل شيء حتى الأيام المنهي عنها, هذا حرام ما يجوز, هذا مخالفة للشريعة. النوع الثاني لا يصوم الأيام المنهي عنها لكنه يستمر حياته كلها يريد أن يصوم كل يوم, نقول هذا خلاف الأولى. الذي يصوم يوما ويفطر يوما أفضل حالا منه عند الله. النوع الثالث لا, سيستمر في صيام أيام السنة كلها لكن لفترة معينة ثم سيعود إلى حد التوسط. ما هي الفترة المعينة التي يحتاج فيها إلى شيء من ترويض النفس؟ كذلك في المجاهدات في قيام الليل وصيام النهار هناك حد مشروع إذا عاش الإنسان عليه إلى أن يلقى الله, فهو حد الوسط الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الوسط ليس خطا, لم أقول خط الوسط, ها, لم أقول خط الوسط, مستوى الوسط. حد الوسط هو مستوى الوسط. ما معنى مستوى الوسط؟ بين مستوى ومستوى. ما هو حد الوسط في صيام النفل؟ بين أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام في الشهر ويكتفي, وبين أن يصوم يوما ويفطر يوما آخر. بين هذين المستويين, بين هذين الخطين أو الحدين مستويات, فيها الذي يصوم كل اثنين وخميس أكثر من الذي يصوم ثلاثة أيام في الشهر, وأقل من الذي يصوم يوم ويفطر يوما. فيهم الذي يصوم يوما يفطر يومين كما جاء في الرواية, والنبي يحاول أن يتدرج مع عبد الله بن عمر, قال فصوم ثلاثة أيام, قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر, في شبابه عنده همة في العبادة, قال فصوم في كل اثنين وخميس, قال يا رسول الله أني أطيق أكثر, قال فصوم يوما وأفطر يومين, قال يا رسول الله إني أطيق أكثر, قال فصوم صيام داود, قال وما صيام داود؟ قال يصوم يوما ويفطر يوما, قال يا رسول الله أني أطيق أكثر, قال لا أكثر من ذلك, لا أفضل من ذلك. هذا الوضع الطبيعي. ما الوضع الطبيعي المتوسط؟ ما بين أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام في الشهر نافلة, ما بين أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما, ما بين هذين الحدين يسمى مستوى الوسط, عدة درجات. وهذه عظمة في شريعتنا, أنه حتى الإتقان والاتباع والمتابعة للنبي لم تجعل على درجة واحدة, جعلت على درجات لتستوعب طاقات الخلق, ثم هناك درجات أعلى لم يجعلها النبي من صيامه, هي صيام سيدنا داود عليه السلام وأثنى عليها, وهناك درجة أكثر لم يجعلها النبي لا من صيامه ولا من صيام داود, ولم يستحسنها أن تكون ديدا إلى الموت. ما هي الأكثر؟ أن يعيش الإنسان عمره صائما. فنقول الذي سيصوم سنة كاملة إلى العيدين هل يعتبر مخالف للنص أن يصوم يوم ويفطر يوما؟ هل نعتبره مخالفا؟ هل نعتبره تجاوز؟ نقول لا, بشرط أن يفطر في الأيام الواجبة. لماذا لم نعتبره تجاوز؟ لأن الرجل قال كم؟ سنة أو سنتين أو ثلاث. ماذا تريد من السنة أو السنتين أو الثلاث؟ قال نعم أنتم ما تعرفون,
لاحظت من نفسي ولاحظ شيخي الذي يربيني ويأخذ بيدي في سيري إلى الله، لاحظنا أن نفسي مترهلة، أن شهوة الطعام والشراب غلابة علي، أن شهوة النساء غلابة على نفسي. وجهني إلى الحمية المشددة. ما هي الحمية المشددة؟ تجاوز المرحلة المتوسطة إلى مرحلة شديدة فيها شيء من الإرهاق للنفس، فيها شيء من الإتعاب للنفس، إلى أن يعتدل الميزان في النفس. بدل النفس الشرهة التي لا تستطيع أن تمتلك نفسها، أدبتك سنة كاملة تصومين، أدبتك 3 سنوات كاملة تصومين إلا الأيام المنهي عنها، خلاص استسلمت للنفس أنها تمتنع، ممنوع ممنوع ممنوع، استسلمت أنها ستمتنع. الآن عودي يا نفس إلى الوسط، صومي 3 أيام في الشهر يكفيك. تريدين أكثر؟ 2 وخميس. أكثر؟ يوم صيام ويومين إفطار. أكثر؟ صيام داود. قالت لا عجبني الاستمرار في الصيام. قال لا المستحب هذا الأمر، أن تسلكي هذا المسلك. ولهذا إذا سمعتم في مجاهدات السلف الصالح ما يتجاوز المأثور قبل الاستعجال في الانتقاد، ينبغي أن نفقه أن هذا التجاوز للمأثور، الزيادة على المأثور، أحد أمرين: إما أنه مرحلة تربية وتزكية للنفس. الإمام أبو حنيفة رحمه الله صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. ما معنى صلى الفجر بوضوء العشاء؟ يعني لم ينم طول الليل. لا، الأكل لا بأس، لا ينقض الوضوء. لم ينم طول الليل، معنى كما قال لم ينم طول الليل 40 سنة. طيب يقول هذا مش فترة مؤقتة يا رجل، أنت تقول فترة مؤقتة للمجاهدة. نعم، ضربنا هذا المثل لنعرف النوع الثاني. ما النوع الثاني؟ نوع اصطفاهم الله وأصفاهم، وهم خاصة الخواص من المقربين. جعل الله عز وجل قابلية أجسادهم مع قابلية أنفسهم وأرواحهم مرتقية إلى الحد الذي لا يؤثر فيها الاستمرار في, 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 في الأعمال الشديدة التي لا يطيقها الناس، لا تؤثر في بقية أيامهم. استمرار في الصيام قد يؤثر على, على, على مزاج الإنسان وعقله إذا استمر لسنوات طويلة، لكن ما عرف الفقهاء عقل أوسع من عقل أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. إذن هذا استثناء الإمام أبو حنيفة. عندما نورد أن التابعي الشهير ويس القرني رحمه الله تعالى، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصته وأمر سيدنا عمر وسيدنا علي أن يسألاه أن يستغفر الله لهما إنهما لقيا، قال يا عمر ويا علي إن أنتما لقيتما فاسألا أن يستغفر لكما يغفر الله تعالى لكما. من اللي يطلب الاستغفار؟ أكابر الصحابة، سيدنا عمر وسيدنا علي. من؟ من رجل من التابعين، سيدنا أويس بن عامر القرني. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه ثم التفت وقال لساداتنا الصحابة: أويس، وما أدراكم ما أويس؟ رجل مجهول في الأرض معروف في السماء. الشاهد من ذكر سيدنا أويس أن له شيء من هذه الخوارق في العبادات، يصوم الليل، يصوم النهار، يقوم الليل. ورد أنه قد يجمع الطعام من المزابل، انتبهوا للكلام الذي سيأتيكم نختم به المجلس. ورد أنه قد يذهب في الليل إلى المزابل فيجمع فتات الطعام الموجود أو كسر الطعام الذي في المزبلة ويغسلها وينظفها ويأكل منها ويتصدق بها على من اشتد فقرهم، ويبكي ويقول: اللهم لا تؤاخذني على من بات جائعا من أمة سيدنا محمد. الرجل ما عنده ما يأكل، ومع ذلك يخشى أن يحاسبه الله على من بات جائعا من أمة سيدنا محمد. فما بالكم نحن الذين قد نلقي بالأطعمة في المزابل يا إخواني. عندما هزم المسلمون في الأندلس وأخرجوا منها، كانوا في أحسن القصور وأفخم القصور، الذي سافر منكم إلى أسبانيا يذهب وينظر قصر الحمراء، كانوا في أعلى مراتب الإبداع المعماري، في أحسن مراتب الترف، لكن هذا لم يورثهم عزة في نفوس الفرنجة. لعبوا بهم الفرنجة حتى أخرجوهم، لكن الذين هزوا قلوب الفرنجة طارق بن زياد وموسى بن نصير، ها؟ من حالهم مع الله عز وجل. فلهذا عند الكلام عن المجاهدة وقد طال بنا المجلس، الخلاصة أن المجاهدات وإن رؤيت على خلاف الطبيعة، إما بكثرة صيام أو بكثرة قيام، أو خلاف الطبيعة من جهة أخرى، من لبس الثياب التي فيها شيء من المرقع، أو أكل الطعام الذي فيه شيء مما لا تستسيغه النفوس، إن جاء من قبيل مجاهدة النفس فهو ترقي لا شك في ذلك. تمام؟ فهو ترقي لا شك في ذلك. وإن جاء من قبيل الاستمرار والاستمراء على أنه عبادة، نقول لا، في هذه الحالة ليس، في هذه الحالة ليس بعبادة. وأمة تستنكث من ذكر أحوال الصالحين فيها، لا شك أنها أمة بحاجة إلى معالجة. المسلم الذي يستنكث عندما يسمع عن تابعي إمام مثل الإمام التابعي
ويس بن عامر أنه في يوم من الأيام أكل من المزبلة، يقول ما لها أصل؟ لها أصل، من الذين ذكروها الإمام الحنبلي بن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وذكرها عدد ممن روت في التراجم لأويس بن عامر. لكن اسمع، ليست القضية إن أصلها، القضية كيف استنكفتها أنت، كيف اشمأزيت منها أنت في خلل في نفسي وفي نفسك. تعال نصدق مع الله، نعالج الخلل اللي في أنفسنا، الكبر هذا الخفي الذي جعلنا لا نتحمل. كان شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، تعرفونه كلكم، الإمام الكبير، يوم من الأيام ذهب في مناسبة ورأى الناس وإقبالهم شديد عليه، حملوا السيارة التي كان فيها، حملت السيارة التي كان فيها على الأكتاف من إقبال الناس عليه ومحبة الناس له. فلما وصل في الطريق قال لهم أريد أن أدخل للاستراحة، من الإسكندرية إلى مصر أو من القرية معينة إلى القاهرة، كان يريد أدخل للاستراحة. دخل الاستراحة، قال أدخل الحمام وبنصلي في المسجد اللي في الاستراحة. فأبطأ، فاستبطأه ولده، حكاها لي ولده، قصة هذه القصة لي ولده، فاستبطأه ولده. وين الوالد تأخر؟ لا يكون لأنه كبير في السن، لا يكون تعب وجرى له شيء في الحمام أو الأستمة، هذا الربو جاءه. فخشيت على والدي، قرأت الباب، قال لي تنحنح، فانتظرت وعين قرأت الباب، يقول لي أيوة خش يا ابني. قال فدخلت فوجدت الشيخ الشعراوي قد خلع الجبة والعمامة وينظف حمام المسجد بيده، ينظف الوسخ الذي في حمام المسجد. حمام ماذا؟ حمام المسجد. ينظف القاذورات بالفرشة ويشتغل عليها. قال يا شيخ ماذا تعمل؟ ما نحن ننتظرك والناس. قال اسكت يا ولد، انت مش فاهم حاجة. لما خلص قال لي بابا انت عملت كده ليه؟ يقول اخواننا المصريين كده ولا لا؟ انت عملت كده ليه؟ قال يا ابني لما شفت الناس التفوا، لما رأيت الناس التفوا حولي وحملوا سيارتي، خشيت على نفسي من الكبر، من أن أعجب بنفسي وأنا بشر ويدخل علي الشيطان، فأردت أن أهذب نفسي، فأريت نفسي في غسلي لقاذورات البيت الخلاء الذي في المسجد أن هذه القاذورات خرجت من بطني، من عندي أنا جزء منها. فتعلمي يا نفس من أنت، اخضعي لله، تأدبي مع الله سبحانه وتعالى، ونلت أجر أن نظفت حمام من حمامات المسجد، بيت خلاء من بيوت الخلاء التي في المسجد. ها؟ هذا مجال من مجالات ماذا؟ تهذيب النفس. تهذيب النفس كان مسلكا للسلف الصالح، والذين نذكر أخبارهم كانوا من السلف، والذين نذكر أخبارهم من المعاصرين ممن سلكوا على مسلك السلف الصالح وعرفوا قيمة تهذيب النفس من أجل الله سبحانه وتعالى. فصلى الله على إمام المتواضعين والمنكسرين لله، ورزقنا وإياكم كمال الأدب وكمال التواضع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كمال التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم ارزقنا حسن القيام والصيام، وثبتنا على ذلك واجعله خالصا لوجهك الكريم، وثبتنا على الحق فيما نقول ونعتقد ونفعل، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقائقها متحققين حسنا ومعنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.